لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه. اللهم صل عليه. اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا. صلوا عليه الخير يجينا. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا في الأحباب الكرام مع هذه الخواطر والكلمات الإيمانية والقواعد النبوية التي تعين الإنسان في حياته وتقرب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى، فهي سبب لصلاح الإنسان في حياة الدنيا، والأعظم من ذلك جنة الفردوس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأشج ابن عبد قيس، فلما رآه قال له: يا أشج، إن فيك خلتين، خصلتين، يعني صفتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنات. السؤال يا أحباب، هل الأشج بن عبد قيس ليست فيه صفات سلبية؟ كل إنسان فيه صفات سلبية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه، لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، لما رآه رأى فيه السكينة والطمأنينة والهدوء. لما نزل و يعني غير ثيابه وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بهدوء، فلما رأى هذه الحركة منه رضي الله عنه وأرضاه قال: إن فيك خصلتين خلتين يحبهما الله ورسوله. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتنص الإيجابيات والحسنات والمميزات في الصحابة ثم يظهرها، لذلك مدح بهذه الحسنات. بعض الناس يقول اليوم لا تمدح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح، قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. فما يمدح، ما يمدح أحد. وللأسف أنه أساء فهم هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مدحا. شوف مدح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. جاء أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بحسن شفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني هذا السؤال أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. يعني كأن إنسان يقول سؤال مميز من إنسان ذكي ومبدع، ما شاء الله تبارك الرحمن، شنو هالسؤال؟ قال: لقد ظننت أن لا يسأل هذا السؤال أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أنت حريص على الحديث، ووقع في نفسي أنك ستسأل هذا السؤال. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذلك: خذوا القرآن من أربعة يزكي بعض الصحابة في القرآن، هذه تزكية ومدح وثناء. خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب. عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، كيف زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نأتي إلى مسألة أن المدح يجعل الإنسان مغرور. شيخ ابن عثيمين رحمه الله وأسكنه الجنة فصل ذلك في كتاب رياض الصالحين، قال أن المدح له أربع حالات: إذا كان لتشجيع الإنسان على الخير، تبي تشجعه على صفة من الصفات الحميدة، في قال هذا يجوز. قال الأمر الثاني: إذا كان لتبيين فضل إنسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبو بكر وعمر، يبين فضلهم بين الصحابة، قال فهذا يجوز. أما إذا كان فيه إطراء وزيادة ولربما كذب شيء ما فيه، قال هذا لا يجوز. الرابع الأخير قال: إذا وقع في نفسك أو غلب على ظنك أن هذا الثناء سيؤدي إلى غرور الشخص، أن يقع في الغرور، قال هذا لا يجوز. إذن حالتان يجوز وحالتان لا يجوز. شجع غيرك على الخير. بعض الناس لا يريد أن يكون سببا في تشجيع الناس، نقول جزاك الله خير، لا تمدح، لكن لا تذم. إن لم تكن سببا في حث الناس على الخير
فلا تكن حاجزا بينهم وبين الخير، لا تصد الناس. الإمام الذهبي لما رآه شيخه البرزالي وهو يكتب، شافه يكتب، قال إن خطك هذا يشبه خط المحدثين، يقول هذا الخط كأن خط المحدثين. قال الذهبي فوقع ذلك في نفسي، أثر في نفسي، فأصبح الذهبي إمام من أئمة السير، معروف ومعلوم بثناء بكلمة طيبة، ما أحوج أن نثني على أبنائنا في البيت، كن قناصا يقتنص الإيجابيات. كل ولد من عيالك دور في صفة إيجابية وامدح فيها، أنت الشيخ، أنت صاحب الصوت الجميل الإمام، أنت المتفوق، أنت الدكتور، حتما سيؤثر على حياتهم للمستقبل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه، اللهم صل عليه. اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا، صلوا عليه الخير يجينا، اللهم صل عليه.